السلام عليكم. يخرجون للعب أو الدراسة أو لمنفعة أمهاتهم، لكنهم لا يعودون كما خرجوا. كثير من أطفال اليمن عموما وأطفال مدينة تعز تحديدا لاحقتهم القذائف ورصاص القناصة في ساحات المدارس وشوارع الأحياء التي صارت مكتظة بالخوف. قضيتنا اليوم لطفلة خرجت في منفعة والدتها فأصيبت بشظايا قذيفة مدفعية تسببت ببتر قدمها. والدها يتحدث إلينا في الفيلم التالي، نتابع شهادته ثم نعود. طيب، أنا كنت ساكن في شعب الدباء، وشعب الدباء هذا خط نار دائما، يعني يقنص المواطنين، يضربوا فوقهم قذائف، في كثير يعني سقطوا قتلى أطفال، معي صورهم، أنت تشوفهم بوري لك صورهم كامل، قتلوا كثير بالحارة، كانوا يستهدفوا المواطنين، يقنصوهم، من قبل كانوا يقنصوهم من قصر الشعب، كانوا يقنصوهم من الأمن المركزي، كانوا يضربوا قذائف من السلال. المواطنين والله صابرين، فهمت؟ ويمشوا بحذر وهذا، بس يصيبوا، قد نزلوا كثير السد، المقابر ملان، فهمت؟ رشا طلعة وهي وأخوها يعني ينفع أمهم من الدكان، ما كانش في حد بالبيت، قال ترى طلعوا ادوا لي مجموع طبيخ، وهذا طلعوا. أثناء عودتهم من الدكان من عند عبود ضربوا قذيفة من باتجاه القصر، من القصر، من السلال، من تبة السلال. السبب إنه ضربوا عليهم من الدبابة، أنا أقول، فهمت؟ وهم جاوبوا ضربوا قذائف من السلال، القذائف جاء، القذيفة جاء لا فوق الأطفال، يعني جاء لا فوق الشارع قريب منهم، فهمت؟ سقطوا اثنين، قالوا لعندي، قالت لعندي واحدة من جارتنا تقول لي القذيفة جاء فوق فوق أطفالك. أجد شفت أثر الدم، أثر هذا بالأرض، أثر القذيفة، لحقت الصفوة، أجد بالصفوة الجهة كل واحد مفتوح بالجهة، فهمت؟ ما عملوا لهم مش حاجة، كان معهم زحمة في الصفوة، معهم زحمة، ما مش فاضين لا الخبر، فهمت؟ صبرنا وهذا، طلعوهم للثورة، طلعناهم للثورة، باشروهم كذا بإسعاف كذا خفيف، بعد دخلوهم لغرفة العمليات، خرج الدكتور لعندي قال لي خلاص ما فيش أمل، ضروري يعني توقع على قص رجل بنتك، وقعنا على الله، قطعوا رجل البنت، الحمد لله احنا يعني مستسلمين لقضاء الله وقدره وراضين بقضاء الله وصابرين. طيب، البنت وقع بها حالة نفسية بعد ما تعرضت لهذا الموقف، كانت تقوم بالليل تصيح، لما تسمع اي انفجار، تسمع اي حاجة تصيح. انا شفت حالتي، قلت هذه الان حالة نفسية، اذا خليتينا بهذا الموقف تسمع القذائف من كل اتجاه وتسمع هذا، اذا البنت يعني بتأثر، احنا بنصبر، شوف بنصبر عادي، بنعيش كنا ببيتنا، ما بنروح شيء مكان، لكن حالة البنت استدعتني ان انا ايش اشل بنتي واشل عائلتي كامل واهربهم. شلينا الجوال، نزحنا، تحسنا هنا ما تسمعش قذائف، ترتاح، تخرج تلعب، درسنا هنا مدرسة، فهمت؟ قد كانوا هناك سجلونا مدرسة يعني اهلية، بس انا قلت ايش ينفعني المدرسة الاهلية يعني تخرج وهم يصعوني، تخرجوا يعني ما يرحموا شحاد، ما فيش رحمة بقلوبهم، أي واحد، أي مواطن يمشي جاهل صغير، مرة مقلاف، أي حاجة ما فيش صفات. عملنا براميل، غطينا بطرابيل، غطينا، الحمد لله منعمل. على سبب رؤيوهم عملوا، طلعوا فوق بروق، عملوا لهم بروق، عملوا ضاع على سبب إيش يرتفع على الطربال، يعني مصمم إنه إيش يعمل، ينفذ جريمته، ينفذ جريمته بالمواطن. أنا قد عاملته لما شيبته يعني بأخذ تعز، ولا حصلته منهم حاجة بتعز، ولا صرفوا لي، لا صرفوا لي لا الرجل، ولا صرفوا لي شيء، صرفوا لي من عدن الرجل، بس الله يفتح له. الدكتور منصور تعاون معنا،
الدكتور منصور تعاون معنا بايش؟ بانه هيئ البنت للسفر. كلمنا على اللجنة الطبية، اتعاون معنا باللجنة الطبية اسعد، فهمت؟ الدكتور منصور قال انا مشيش، انا اصرف لي رجل من هنا، لانه دارني السلامة من عدن رجل، يقول لك انا مشيش تصرف لي رجل من هنا، البنت هذه ضروري تسافر خارج البلاد. رفع تقرير بهذا باللجنة الطبية، فهمت؟ واعتمدوا التقرير حقه وطلعوا اسمه باللجنة الطبية، واللي يشتغلوا هناك اشتغلوا صح الركب، اشتغلوني قصير للأسف. المواد تمام، كل حاجة تمام، بس المقاسات مش تمام، أغلب اللي اشتغلوا لهم ناقصات 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 شوية، مدري بسبب الإضراب حقهم أو ما كانش معهم رواتب، فهمت؟ كانوا يشتغلوا كذا بدون نيات، ساعة يشتغلوا ساعة إضراب ساعة، فهمت؟ الرجل ثقيلة تسحبه سحب الله، تسحبه سحب، لأنهم سلموا الزملاء كامل أرجل ألمنيوم خفاف، وهذا سلموا له رجل حديد. إحنا نشوف يعني يطوروا من شغلهم، يعملوا مركز هنا إذا كانوا يعني صح، يعملوا مركز صح، بدل سفريات للخارج أو هذا، يعملوا ورشة صح، يشتغلوا بضمير، فهمت؟ يعملوا يأهلوا ذي الورشة، الورشة اللي موجودة هنا مستشفى الثورة، يجدوا يطورونه، يصلحونه صح، يصلحوا معدات صح، يجيبوا ناس خبرة، ناس خبرة، في ناس كثير خبرة، فهمت؟ وبيتم معالجة المعاقين كلهم هنا بتعز، لأن الرجل هذه أنت بتسفره للخارج هي بتقصر ثاني مرة، المشكلة مستديمة. لكن لما تشي تعالج أنت المشكلة من الجذر، ضروري أنك تعمل ورشة، ضروري أنك صح ولا لا تأهل كادر، ضروري أنك إيش تعمل حاجة لهذو، ما يكونش تعبوا، ما يكونش صح ولا لا، يكون يتجه للمركز حقه يبدلوا له على طول، يهتموا به يصلحوا له، بيحصل له أقرب من الله، بيحصل صح ولا لا، كم يا دعم يحصلوه، كم حصلوا دعم الآن، كم يا مليارات، كم يا ملايين، كم يا ذا، أين أنفقونه؟ هم محاسبين، إذا هم صح عندهم ضمير أنهم بيعملوا ورشة مركزية للمعاقين. الآن ثلث تعز معاقين بسبب الحوثي، أطفال، نساء، شباب، صح ولا لا، شيابة، هذو هم بحاجة إيش؟ بحاجة لإيش؟ لورشة مركزية. لا توجد إحصائية دقيقة لأعداد ضحايا الحرب مما ابتلي الأطراف، لكنهم على كثرتهم لا يلقون الاهتمام الكافي ولا المساعدة التي تمكنهم من التأهل لمواجهة أعباء الحياة. في كل من عدن وتعز مراكز لصناعة الأطراف تعمل بتقنيات قديمة تجاوزها العصر، وحتى هذه المراكز ما كان لها أن تعمل إلا بمساعدة فاعل خير ودعم متواضع من بعض المنظمات. مشاهدينا الكرام، للحديث حول هذا الموضوع اسمحوا لي أن أرحب بضيفتي عبر الهاتف الناشطة الحقوقية حياة الدبحاني، وهي متواجدة حاليا في مدينة مسقط العمانية برفقة بعض جرح الحرب الذين ينتظرون تأشيرات دخول الهند لتلقي العلاج هناك. سيدة حياة، مرحبا بك. أهلا وسهلا، مرحبا بكم وبكل مشاهدي قناة بلقيس الفضائية. تابعنا قبل قليل فيلما حوى شهادة والد طفلة مما ابتلي الأطراف، أنت ناشطة ومهتمة بهذه الشريحة وبهذا الموضوع، تتواجدين حاليا برفقة بعض الجرحى، هل لك أن تحدثين عن هذه الشريحة ومن الذي برفقتك بالضبط؟ نعم، في البداية وكما العادة وكما يعرف الجميع بأن مدينة تعز منذ ما يقارب الأربع سنوات وهي تحت قصف الميليشيات الحوثية، وكذلك مزيد من زراعة الألغام التي تزرعها الميليشيا في كل الأحياء السكنية وفي كل المناطق التي كانت تسيطر عليها. نحن أمام وجع كبير بالفعل، وهو وجع جرحى مدينة تعز، هذا الملف الشائك الذي لم يعطى حقه من الاهتمام والرعاية والمسؤولية كذلك.
الجرحى الحرب بالتحديد الجرحى مبتورية الأطراف، نحن أمام ما يقارب 1000 جريح ممن فقدوا أطرافهم، أو بالتحديد حتى نكون دقيقين ما وصل إلينا إلى مؤسسة رعاية للجرحى وأسر الشهداء من قدموا ملفاتهم هم عدد 1008 من الجرحى المبتورين، سواء مبتوري اليدين في مدينة تعز. سيدة حياة، في مدينة تعز هذا الرقم؟ نعم، أنا أتحدث عن مدينة تعز، ما يقارب 1008 من الجرحى الذين بترت أطرافهم في هذه الحرب بسبب سواء ما تزرعه الميليشيات الحوثية من ألغام أو بسبب القذائف التي تتوالى على الأحياء السكنية. نعم. البعض منهم يفقد الطرفين، البعض يفقد طرف واحد، البعض يفقد الأربعة الأطراف ويبقى بنفس جسد. نحن أمام معاناة كبيرة لم تعط حقها كما ذكرت مسبقا من الرعاية والاهتمام. نحن أمام جراح تتعفن، أيادي نعم. تقطع وأقدام تبتر، وجراح تتعفن في حقيقة أنتم الآن أخذتم دفعة. نحن الآن في مسقط، نعم نحن الآن في مسقط ننتظر تأشيرات 150 من الجرحى مبتوري الأطراف الذين تكفل بعلاجهم فاعل خير بمتابعة وكذلك إشراف وسعي حثيث من الشيخ حمود سعيد المخلافي قائد المقاومة. إذن هذا العلاج هو بجهود فردية من فاعل خير ومتابعة من قائد المقاومة السابق في تعز، هل هناك أي دور حكومي لمساعدة هذه الدفعة أو هذا المشروع عموما؟ نعم، للأسف الشديد لا يوجد أي دور حكومي التفت إلى هؤلاء الجرحى، رغم أن هؤلاء الجرحى 90% منهم هم من أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الذين ذادوا عن هذه الشرعية وعن تلك الحكومة، ومن يقعد الآن على الكراسي هو متربع بأشلاء هؤلاء. مؤلم جدا أن ينظر الجريح أو ينظر البطل المقام إلى نفسه والخذلان يقتله من الشرعية ومن الحكومة ومن وزارة الصحة ومن اللجنة الطبية. هؤلاء الجرحى بحت أصواتهم في شوارع المدينة وهم يطالبون اللجنة الطبية بتسفيرهم لتركيب أطراف صناعية، بل ناشدنا كثيرا مرارا وتكرارا بتأهيل مركز الأطراف الصناعية في مستشفى الثورة في تعز، وأن يشغل هذا المركز وأن يعطى له الدعم لازم وأن يمول بكافة الاحتياجات حتى نجنب هؤلاء الجرحى. قبل أن ندخل سيدة حياة في, في, في موضوع يعني جدوى إما تفعيل وتطوير المراكز الموجودة، دعينا نتحدث قليلا عن هذه الفئة. هل جميع من تقرر سفرهم للعلاج في الهند من العسكريين أم أن بينهم مدنيين من الأطفال والنساء الذين تعرضوا للقذائف والألغام؟ نعم، من يتواجدون معنا حاليا هم من جرحى الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مدينة تعز، وكما وعد فاعل الخير حفظه الله ورعاه بمتابعة الشيخ حمود المخلافي بأنه سيتم تسفير كل الجرحى المبتورين على حساب فاعل الخير. نحن نستغل الفرصة من هنا من عبر قناة بلقيس الفضائية لنحيي هذا الرجل العظيم الماجد الذي سيكشف عنه في الوقت المناسب على هذا الجهد الجبار والعظيم الذي قام به، وهو ما لم تقم به للأسف الشديد دول التحالف العربي أو الدولة، أو لم يلتفت أحد إلى هؤلاء الجرحى إلا هذا الرجل الماجد الذي لن تنسى مدينة تعز هذه الالتفاتة الطيبة في ظل هذه الظروف الصعبة بالتحديد، لكن له كل مشاعر. إذن كم تعتقدي أن هذه الشريحة، يعني إذا كان ما وصل إليكم فقط 1008 ملفات، فكم العدد الإجمالي الذي تتوقعينه؟ وهل هناك يعني جهة لديها الإحصائية الكاملة؟ نعم، مؤسسة رعاية للجرحى وأسر الشهداء تعز هي الجهة الوحيدة التي تتلقى هذه الملفات. هناك كثير من الجرحى في القرى لا يستطيعون الوصول إلى هذه المدينة، أضف كذلك إلى الوضع الاقتصادي المتردي لبعض الأسر لا تمتلك حتى يعني قيمة المواصلات لكي تأتي بالجريح إلى المدينة. كثير من الجرحى كذلك يعانون بصمت، يموتون بصمت ما يصل إلينا. هذا يقودنا إلى الحديث عن المساعدات التي كنتم طوال الفترة الماضية تقدمونها لهذه الفئة تحديدا، لفئة الجرحى من مبتوري الأطراف. ما هي نوعية المساعدات التي كنتم تقدمونها أو لازلتم تقدمونها أيضا؟
نعم، نحن في حقيقة الأمر نحاول بقدر المستطاع تخفيف الألم والمعاناة، وهي مساعدات فردية مجتمعية عبر هذه المؤسسة الخيرية التي تعتمد بدرجة أساسية على التبرعات من فاعلي الخير في الداخل والخارج. نحاول توفير قيمة العلاج لهؤلاء الجرحى، وكذلك الأكاكيز والكراسي الكهربائية، الكراسي المتحركة، السلات الغذائية، التمور، ما يأتي إلى المؤسسة من خير يجود به فاعلي الخير. نقوم باستهداف هذه الشريحة بقدر المستطاع. استطعنا تفسير بعض الجرحى إلى دولة مصر لعمل أطراف صناعية لهم، لكننا لم نستطع أن نقوم بتفسير كمية كبيرة بسبب قلة الإمكانيات كما ذكرت، لأن المؤسسة في الأول والأخير تعتمد على تبرعات فاعلية الخير. على التبرعات والمساعدة. ماذا عن الدور الحكومي؟ الحكومة هو نعم، أنا أريد أن أركز على نقطة أنه ما يجب على الحكومة الشرعية وعلى رئاسة الجمهورية تأهيل مركز الأطراف في مستشفى الثورة، هذا المركز الذي سيخفف العبء الكبير على الجرحى المبتورين. مستشفى الثورة تحتضن هذا المركز الذي لا يلقى إليه بال، غادرت المنظمات التي تعنى بالصحة عن هذا المركز ولم تلتفت إليه. الصليب الأحمر كذلك لم يقم بالدور المناط به في تطبيب جراح هؤلاء الجرحى المبتورين الذين لا زالت الحرب تحصد منهم يوميا باستمرار. الميليشيات لغمت جميع المناطق التي تسيطر عليها، ونحن امام وجه اكبر اذا لم تتدخل الحكومه الشرعيه. سيدة حياة، في لقاء سابق معك كنتم قد قدمتم مساعدة ما لمركز صناعة الأطراف في مدينة تعز، اي انكم على اطلاع باحتياجات هذا المركز. الآن تأخذون مجموعة من الجرحى للعلاج لتلقي يعني أطراف بديلة قد تكون أكثر تطورا من ما هو موجود في مدينة تعز. هل بعد أن يعود هؤلاء بالسلامة إن شاء الله ستتمكن أو سيتمكن هذا المركز من صيانة هذه الأطراف بإمكانياته القائمة؟ نعم، في حقيقة الأمر نشكر الشيخ حمود سعيد المخلاف الذي يقوم بأدوار جبارة لتفعيل وكذلك لفت نظر انتباه الجهات الداعمة إلى مركز الأطراف في مستشفى الثورة، لأن هذا المستشفى سيؤهل الكثير من الجرحى المبتورين، ليس فقط الجرحى المبتورين من الحرب بل كذلك الجرحى المبتورين بشكل عام ومرضى مدينة تعز. هذه هي المنحة العلاجية، أتت وسيرافقها الكثير من المنح. نحن كما ذكرت مسبقا تكفل فعل الخير بعلاج 800 من الجرحى المبتورين، لكننا سنطرح بقوة بأننا نريد تأهيل مستشفى بالتحديد مركز الأطراف الصناعية في مدينة تعز، حتى يتسنى للجريح أن يذهب لكي يقوم بتعديل الطرف الصناعي الذي إذا لم يتلائم عليه مع مرور الأيام، لأنه كذلك من الصعب جدا. أو حتى عمليات الصيانة، أو حتى عمليات الصيانة، لأنه الأطراف السابقة، وأنا من أسرة يعني تعرف تحديدا ما معنى أن يكون هناك طرف صناعي لأحد يعني أبنائها. هناك يعني أساليب حديثة الآن في المفاصل، ويعني تسمى أطراف هيدروليكية غير متوفرة في اليمن. ماذا عن الصيانة أيضا؟ هذا تساؤل مشروع، بحيث أنه يجد الـ يعني المصاب بعد سنة، بعد 6 أشهر، من يقوم بصيانة هذا الطرف الذي حظي به في الخارج؟ نعم، نحن كما كنا مسبقا كنا ننادي بمركز للعلاج الطبيعي، لأننا كنا لا نستطيع أن نتحمل تلك التكاليف الباهظة بسفر الجرحى إلى الهند أو إلى أي دولة أخرى، وناشدنا في شوارع المدينة بتأهيل مركز للعلاج الطبيعي، ونجحنا في أن استجابت الأستاذة توكل كرمان بإسناد هذه المدينة بمركز للعلاج الطبيعي، خفف علينا الكثير من الآلام. ونحن ندعو اليوم ومن عبر قناة بلقيس إلى تأهيل مركز الأطراف الصناعية في مستشفى الثورة، حتى يقوم كذلك بمتابعة هؤلاء الجرحى وعمل ما يمكن عمله من التأهيل وكذلك صيانة هذه الأطراف، لأن الأطراف ستكون باهظة وسيذهب كل ما صنعناه أدراج الرياح إن لم يؤهل مركز الأطراف الصناعية في مستشفى الثورة في مدينة تعز. نعم، هل هناك مشاريع أخرى لمساعدة الضحايا من مبتوري الأطراف على إعادة التأهيل والاندماج في المجتمع والعودة للإنتاج وإعالة يعني أنفسهم وذويهم؟
نعم، ما يجب عمله الآن هو إيجاد برامج دعم نفسية لهؤلاء الجرحى. أن تعيش بنفس جسد هذا شيء مؤلم للغاية. يجب على الرئاسة والحكومة ووزارة الصحة الالتفات إلى هذه الشريحة بعين الوفاء، وأكرر هنا بعين الوفاء، لأن هؤلاء الأبطال كذلك الجرحى المدنيين. نحن لا نفرق بين الجريح المدني والجريح المقاوم، لأن الجريح المدني هو مقاوم لأنه صمد في مدينة تعز، لم يخرج من مدينة تعز. أثر الجلوس تحت هذا القصف وذلك القبح، نطالب من الحكومة إيجاد برامج دعم نفسي لهذه الشريحة، وكذلك إيجاد رواتب تكفل لهم الحياة الكريمة. أضف كذلك إلى الجرحى المدني، يجب ان يمنحوا رواتب، لانه اصبح في حكم المعاق، سواء من الاطفال او من النساء. نحن امام كذلك نساء واطفال يعني في عمر الورود فقدوا اطرافهم بسبب هذه الحرب القبيحه على مدينه تعز. يجب كذلك ان يعطى حقهم من المشاريع التنمويه القادمه، ونحن في صدد طرح كثير من هذه المواضيع على الجهه الداعمه، ونتمنى ان تلقى مجيبا، لكن تظل الكلمه الفيصل ويظل المسؤول الأول هو الرئيس هادي والحكومة الشرعية عن هذه الفئة التي فعلا تعاني الأمرين، تعاني الخذلان، تعاني كذلك قلة الحيلة وشظف العيش. كثير من هؤلاء الجرحى الآن هم مسؤولين عن أسر، يعني مسؤول عن زوجة وأطفال، مسؤول عن إيجار، مسؤول عن طعام وشراب. من هؤلاء إن لم تلتفت إليهم الحكومة والرئاسة بعين الوفاء كما ذكر؟ إذن انتقال مجموعة من الجرحى دفعة أولى 150 جريح محتاج لتركيب طرف صناعي، انتقلتم الآن إلى سلطنة عمان في طريقكم إلى الهند. هل تلقيتم أي تسهيلات حكومية، دعم معنوي، مخاطبات للسفارات، تسهيلات من أي نوع؟ لا أبالغ أن قلت نحن في سلطنة عمان وكأننا في اليمن. نحيي السلطان قابوس بن سعيد، ونحيي الشعب العماني، ونحيي الحكومة كذلك على الحكومة العمانية بالتحديد، وكل الشعب العماني على كل التسهيلات التي كانت لجرحى مدينة تعز. يعني في حقيقة الأمر كما ذكرت كأننا في بلدنا في اليمن، بل أشد احتراما وتقديرا وتعزيزا لهؤلاء الجرحى. يعني معظم الجرحى حينما يخرجون أحيانا في نزهات في التكاسي يرفض السائق العماني أن يأخذ الأجرة. حينما يذهب بعض الجرحى إلى السوبر ماركتات لأخذ بعض أغراضهم، يقوم كذلك من المتواجدين العمانيين في البقالات ويقومون بسداد المبلغ عن أولئك الجرحى. يعني كرم ضيافة وتسهيلات في حقيقة الأمر لم توفى. ماذا يا حياة عن الحكومة اليمنية؟ ماذا عن الحكومة اليمنية؟ لم تقم الحكومة اليمنية في حقيقة الأمر بأي دور من الأدوار، ولم تسهل أي شيء، بل نحن في حقيقة الأمر ما يحدث حاليا هو بجهود مباركة من السلطان قابوس بن سعيد وكذلك الشعب العماني، وكذلك متابعة وإشراف الشيخ حمود سعيد المخلافي. وحتى نكون منصفين، هذا الرجل يبذل جهود جبارة في تفسير هؤلاء الجرحى. نتمنى له التوفيق كذلك في تفسير الدفع القادمة، وهي كما ذكرت مسبقا خذلان نحن نعاني بجرحى مدينة تعز، ليس وليد اللحظة وإنما هو منذ ما يقارب الأربع سنوات. نتمنى لكم رحلة موفقة وعودة سالمة للجرحى، وكذلك التوفيق لبقية من ينتظرون دورهم في العلاج. الناشطة الحقوقية حياة الذبحاني، كنت معنا من مسقط، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، إلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة. نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو على صفحتنا على الفيسبوك، كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أو قناة البرنامج على التليجرام. الطفلة رشا محمود، تمرست في أمان الله.